بسم الله. الواجهة بتاعت ريفت ام اي بي 2010 مختلفة عن ريفت 2008 و2007، فممكن واحد يحصل له لخبطة مش لاقي الحاجات اللي هو متعود عليها. يعني هو متعود ان هو يلاقي فايل واديت والحاجات ديت في الاماكن مختلفة، فهو مش عارف الحاجة اللي هو عايزها فين. ففي خاصية موجودة في الهيلب هنا بلاقي حاجة اسمها ويرز ماي كوماند، لما تدوس عليها بيقول لي اه انت كنت متعود تلاقيها فين، كنت متعود الاقيها مثلا في فايل، خلاص دوس عليها يقول لك الزرار دوت بقى موجود في المكان الفلاني. لو انت عايز برنت هتلاقيها في العلامة ديت برنت، تمام. لو الامر مثلا كان موجود في تولز ديزاين اوبشن، لا لو انت عايز هتروح هتلاقيه في مانج تاب ديزاين اوبشن بانل ديزاين اوبشن، وتلاقي شرح الاوامر لو انت عايز. عمرو سليم.